احنا جينا عندك. وشكرا، مرحبا، مرحبا بكم. اش اخبارك؟ درت التعقيم؟ درنا تعقيم ونشوف الحراره ديال الطليخ. نتوما كتمشيو خويا عند الناس بزاف، نخاف على وليداتي. صافا الله يبارك فيك، بارك الله فيك. وين الحنه؟ شنو دايره اليوم؟ شنو دايره اليوم؟ مخيم. عندنا مخيم حضاري اللي انضمته وزاره الشباب الثقافه والشباب والرياضه. وبيان سور هذا اقليم صخيره تماره كيف ما كتعرفوا، وهذه دار الشباب من زاب بيان سور. دونك هذا العمل المباشر، شفتي صبرات النشر. دونك اليوم عندنا المعامل، هذه الورشه، ورشه المعامل. تفضل اسيدي، ممكن ندخلوا؟ السلام عليكم مؤطر، تفضل اسيدي تفضل. واخا جيتينا شويه على غسله ولكن قرب لهذاك الشيء اللي كيصوبوا الوليدات. تفضل. معك مديحه التقي اطاره في دار الشباب المزه. تحيه تربويه وجمعويه لجميع الاطر التربويه. بدايه تنشكر المديريه الاقليميه على هذه الالتفات الطيبه اللي دارت في دار الشباب المنزه، اللي انبهرنا بها من المسرح، من التجهيزات اللي توصلت بها دار الشباب المنزه. فشكر خاص للاطر، للساهرين، جنود الخفاء، وكنشكروا المديره الاقليميه بالضبط على هذه الالتفات اللي دارت لنا الطيبه. اليوم الاطفال فرحانين كما شفتوا، عجبهم الحال، دايرين المعامل، الورشات التربويه، داير المعامل اليدويه، دايرين المسرح، دايرين الموسيقى، فكل شيء فرحان، وهذا الشيء اللي بغينا نتوصلوا ليه. فشكر بزاف، تنشكركم بزاف وشكرا. المسرح تفضل. ورشه المسرح. السلام. أكمل أكمل. معك شعيب قيسوم، شعيب قيسوم مؤثر تربوي وكذلك ممثل مسرحي. جيت اليوم باش ندير معاهم ورشه ديال المسرح ونعلمهم داك الشيء اللي كنت تعلمت انا، نعلمهم المسرح بصفه عامه. كيدير الاقبال ديال التلاميذ وكيفاش شفتي التفاعل ديالهم معك؟ الحمد لله الدراري كاملين، التلاميذ او المستفيدين كاملين عندهم واحد الرغبه المسرح، وكل شيء عنده ميول ديال المسرح، غير هو خاصهم واحد شويه اتقان باش يتقنوا داك الشيء ديال المسرح. عطيتهم انايا واحد الحركات البسيطه، يعني عطيتهم واحد شويه باش يتعلموه، وفي الاخر كنخرجوا بواحد الماده مسرحيه او لوحه تعبيريه او حاجه اللي كنخرجوا منها من هذه الحصه ديال هذه الصبيحه. بالنسبه لشي عندكم هنا لقيت باللي هذه القاعه هذه مجهزه، يعني مسرح وصافي. كيفاش كتشوفوا الظروف ديال العمل ديالكم ملي كتكون بحال هاد الامور هادي موفره؟ هي ما نساوش واحد القضيه، كنشكر المديريه الاقليميه ديال الصخيره تمانه اللي وفرت لنا الامكانيات ديال المسرح، اللي وفرت لنا الخشبه ديال المسرح، وكذلك الستاره، وكذلك ما نساوش المديره المشرفه على دار الشباب السيده حنان كناني اللي سهره على الكبيره والصغيره في هاد دار الشباب. شكرا لها بزاف. عندي نادي ديال المسرح، نورمالمون كاين نادي ديال المسرح في دار الشباب المنزه، واللي كيشرفني عليه هذا الاستاذ هذا واساتذه اخرين مشكورين. كاين بعض الاساتذه كيجيونا من الرباط الله يجازيهم بخير، كيديروا الحصه ديالهم وكيمشيو. عندنا نادي ديال المسرح الحمد لله، كيبغوا المسرح بزاف الحمد لله الحمد لله. مع دابا تاع المديريه الاقليميه ديال الصخيره تماره مشكوره، راك شتي المنصه باقا عاد جديده،
الريدو جديد، كل شيء باقي جديد. راك يعني مسرحيه بالمعايير؟ لا كل شيء باقي جديد الحمد لله. هادو بحال قلتي هاد المخيم دشن هاد دار الشباب راك شتيها في البهو ديالها الجديد. غادي نمشيو للورشه ديال الموسيقى. السلام عليكم، معكم ياسين الدابلي، مؤطر في دار الشباب المنزه. اولا تحيه شرباويه من دار الشباب المنزه. كنبغي نشكر وزاره الشباب والرياضه والثقافه على هذه الالتفاته الطيبه اللي دارتها لنا وجابت لنا المخيمات من جديد. الاطفال جد سعداء كما حنايا فرحانين، وبالتاكيد كنشكروا حتى المديريه الاقليميه مارس خراج على الالتفاته اللي دارنا والمسانده اللي مساندانا ومسانده ديور الشباب ومسانده الاطفال، حيت كما كنشوفوا الاطفال جد سعداء لهاد المخيمات الحضاريه. وكنتمنوا بان الصيف يكمل بحال هكا بمخيمات حضاريه باش الاطفال يكونوا ناشطين. وكما كتشوفوا بان عندنا بزاف الانشطه في المخيم الحضاري، منهم المسرح، منهم الموسيقى، منهم ورشات ديال اعاده التدوير اللي كنفهموا الناس البيئه وكنعرفوهم على الموسيقى شناهي والمسرح باش الطفل كيخرج من دار الشباب مكون احسن تكوين ان شاء الله. وشكرا. كيف ما شتي دابا قسمنا عليهم دونك الغداء، الوجبه ديال الغداء كتمشي بالفرق. غدينا دابا جوج فرقات راك شتي، النصر والابطال. لو منو ها هو، كاينه لونطري لا سالاد، كاين لو ساندويتش، وكاين الماء، وكاين دو فروي. بالنسبه لهاد لو ياغورت وهاد بيتي بان ولو فروماج تيبقاو حتى العصرونيه. سي لو غوتي، سي لو غوتي. هما دابا ولفوا تيخليوه في لو بلاطو، وعندنا الطوابل لي بلاص نو شونج با، ما كنبدلولهمش بلايصهم، كل واحد كيخلي لو بلاطو ديالو. مني كدير ديك 15 16 كندخلوهم عاوتاني كيديروا العصرونيه. بعد المرات كندير لهم انا دو تي ولا شي حاجه غير بوغ لو غوفخيغ وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. نيوز بلس أكثر من مجرد خبر.